تبدل منذ الصباح الباكر، كان مغيما وباردا، إنما لم تكن هناك مخاطر هطول مطر قبل منتصف النهار. وفي محاولة لإيجاد طريق أقصر، دخل الحوثي في أزقة المدينة الاستعمارية المرصوفة بالحجارة، واضطر للتوقف مرات عديدة كي لا يشفل الحصان من فوضى طلبة المدارس والجماعات الدينية العائدة من قداس العنصرة. كانت في الشارع أكاليل مصنوعة من أوراق ملون. نمت ولا عم تسمع؟ نمت لك عم نكمل بكرة. لك. لا، عم بمزح معك، ما نمت لسه، كملي. لا خلص، أنا نعست كتير وأدركت شهرزاد الصباح وسكتت عن الكلام المباح. صباح على خير. صباح على خير. صباح الخير ست نبيلة. صباح النور. إن شاء الله ما أكون فايقتكم من النوم. لا فايقين. ست نبيلة، مشان الله ما تواخذوني، أنا والله بعرف إني تعبتكم معي الفترة الماضية وهيك، بس الشهادة لله، أنا ما بعتبركم جيران، أنا بعتبركم أهل وخلان. تسلم. خير أستاذ سامي؟ الله يجعلك بخير. بشرفي. شوفي لي الرسالة، قريها، وصلتني من ربا امبارح بالليل. اقري تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله. ست نبيلة، أنا ما بدي منكم شيء، بس بترجاكي إذا في أي تواصل بينكم وبينها قولوا لا تكف بلاها عني. أعوذ بالله، شو تواصل وما تواصل؟ الله وكيلك من هديك الليلة لا حكينا معها ولا حكت معنا. أنا متأكد من هذا الشيء، بس الواحد بيقول عسى ولعل، ربما هيك يصير. والله تعبت روحي يا مدام، نشف دمي. يعني هلا هي من كل عقلها مفكره انه ممكن ارجع لها؟ يعني في رجال براسه عقل ممكن يقبل؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك، معك حق. انا عم اقول بجوز مثلا هيك تجي تجس نبض او تتواسطكم. على كل الاحوال اذا حكيت مع نادية شيء مثلا هيك بالصدفه بتقول لها خلص بعدي عنه، ما بده اياكي. والله العظيم تعبت. صباح الخير. اهلا. صباح النور. كيفك استاذ سامر؟ والله الحمد لله بخير. منيح اللي شفتك. غير شو؟ امبارح جابوا لك بوكي ورد، دقوا عليك وما لقوك، ثواني لاجيب لك اياه. ستنا انا برجع بعتذر منك مره ثانيه. انا اسف جدا على التدخل بامر شخصي، بس الشهاده لله عندك هي بنتك ناديه وقت ما كانت صغيره، بتطلع عليها هالاخلاق هالرتابه هالاكابريه. الله يهنيك فيها، ولما بشوف هدي يا لطيف. يلا يوب. تسلم ايدك. عفوا بس لحظه، رساله وحده فظيعه فيك تتطلع. إيه لا بقى، لا حاجه بقى، تطلع من حياتي. حاج بقى حاج، عن جد حاج، من كل عقل مفكرة رح يقبل يرجعها؟ ايه وسام، شو لساتك نايم؟ قوم صحصح، قوم حط قهوتك واشربها وحاكيني بس تخلص، بدنا نشوف مين اول واطي حنراقبه اليوم. مع السلامة.
لك خلاص انت شو بدك بهالقصة؟ بعدين زياد ما بيعرف شيء عن الموضوع، يعني ليش لزومه التوتر هذا؟ والله ما عم بفهم. يعني انا بخاف من الغلط، تزلق لك بكلمة هيك او هيك. لا حبيبتي لا تخافي، ما حازلق ولا بكلمة. تعرف يمكن نكون انا وياك ملتقيين بهالمرة. ليش انت بتمري لعنده على المحل كثير يعني؟ يعني رايحة شي مرتين او ثلاثة، بركي كنا متصادفين من قبل. ايه بجوز. هلا انت على علاقة طيبة معه؟ لا يعني هيك عادي من قريبه، اذا صادفته على الدرج بسلم عليه، بعدين قالوا لي انه صاير فرحت لعنده على المحل، ومبين الزلمة ودود يعني اهله سهل كتير، خاصة لما عرف اني ساكنة ببنايتهم، فهيك بس يعني مو اكتر. خلص ولا يهمك، لا تتكركبي ولا شيء، طالما انت معي فانت بامان. انا مشتاقه كثير لامي واخواتي. هلا انت ما قلتي لي حكيتي مع جارتكم او هيك شيء؟ نعتيها ايه؟ ايه؟ جاي احكي معها بركي بتطمنك هيك على الاجواء بشكل عام. يمكن فيكي تحكي مع امك. يعني ما بتعرفي شو بصير. وغني له. المهم انه في حل، مو مثل حكايتنا انا ونبيلة. ولا شو نبيلة كانوا؟ انا هالشغلات قايمتها من راسي من زمان. خلصينا بقى، الرجال مثل ما بيقولوا بالبيت رحمه حتى لو كان فحمه. ايه لا قست ام زياد، احكي عن حالك لو سمحتي. اي زلمه هذا واي رجال؟ والله ما نزعت ربايه الولد اللي عندي الا ابوه. ايه بس بيضل وجود الاب بالبيت له هيبه. انا بعد ما توفى ابو زياد الله يرحمه، ابني حس حاله انه هو المسؤول عن كل البيت. وقتها انا قلت لحالي معلش خليه يحمل مسؤوليه وهو صغير. بس القصه ما بتوقف عند هالحدود، لانه اللي بيحمل مسؤوليه بيحس انه مسؤول عن كل شيء، مسؤول حتى عن تربايه اخته، وهون المصيبه. مزبوط مزبوط عم تحكي. وجود الرجال بالبيت غير شيء. أنا وقت واحدة من البنات بتطلع برات البيت بتتلف أعصابي لبين ما ترجع. يا ترى صار معي شي، يا ترى ليش تأخرت، حدا تعرض لها. وغير هيك بيت البنات العين عليه كل الوقت، وقد ما الوحدة عملت حالها قوية وقد الحمل بتلاقيها شايلة الهم للنهار. إيه بس أنت كمان الحق عليكي، يعني عندك بنتك نادية الله يسلمها، بتطير العقل، مالك ناوية تجوزيها؟ لا يو بكير عليها. لسه بكير؟ ولا انت مانك حابه تصيري تيتا؟ قولي يا حاجتك بقى، هي اللي ما بدها ولا حضرتك ام رائد؟ نائله لا تقولي لي ام رائد، الله يخليكي، بتزاول منه هالاسم ما بحبه ابدا، بحسه عن جد مو كلاس ابدا. اسمي راغده. يعني بدون موافقه الوالد؟ طيب كيف؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لك اخي انت ما طلبت البنت من قلبك تمسك فيها ولا غيرت رايها؟ طبعا من قلبي. لك انت شو عم تحكي؟ لك صلاح لك لانك خريطه خايف شبه. لك والله مو خوف ولا شيء صلاح، مو خوف، بس اخي انا هيك تربيت على اني فوت على البيوت من بوابه. اخي انا رح اجي معك، انت دين عم تحكي مو دين؟ هلا الدين بيسمح لاب يزوج بنته غصب عنها لحدا ما بدها اياه؟ طبعا لا، وكل شيء اسمه اكراه مرفوض. لك خلص كثير منيح اخي، اعتبرني باب من ابواب هالبيت اللي بدك تدقه وانا عطيتك، مو قابضني يعني. عم اقول لك روح على السريع ظبط امورك البيت وترتيباته وانا جاهز بجوزك اياها. لا حول ولا قوه الا بالله. على السريع قديش يعني؟ لك يا جهاد ابوها بده يزوجها لهذا الحرامي، وانا اذا بتخرب الدنيا ما حخلي هذا الشيء يصير، بس نحن لازم نستعجل، يعني ما بدنا نعلق بمشاكل. اخي انت وين مشكلتك؟ مصاري؟ لا تاكل هم، انا بدينا. وين عم تصفون؟ لحم على القصة. حبيبي انت اللي قاتل حالك علينا، مو نحن اللي راكدين وراك.
لك نحن عطيناك جوهرة يا جهاد. اختي ما في احن ولا اطيب منها بالدنيا. انت اذا بتكون معها منيح والله روحها بتعطيك اياها. لك والله بعرف يا صلاح، هلا اللي عم تقول لي هذا الحكي. اخي انا من هون لاسبوع جاهز حتى اتجوز. خلص كثير منيح، وانا الحكي اللي حكيت لك اياه بخصوص المصاري لا تاكل همه، عن جد انا عم بحكي رقبتي سدادي. لك على راسي والله ما بتقصر، وانا اذا احتجت اي شيء اكيد بقول لك. مبروك سلفة. ما بعرف، هلا اللي فهمته من نهلة انه وائل كثير متعاطف معك وخايف عليكي. طب ليكي اذا بدك بخليها هي تطمنه عنك، او يعني اذا حابه بخليها تشوفه اذا خرج انك انت تحكي معه. ما بعرف، ما بتصور شو بده يصير يعني. نهلا ما رح تحكي عن قصد ولا حتى وائل، واذا فرضنا في واحد من بيناتهم غلط وحكى فاتنيناتهم ما بيعرفوا انت وين. لك حتى انا ما بعرف انت وين، بقى شو هالمعلومه الخطيره اللي ممكن يغلطوا فيها. صحيح ربا، بدي اسالك سؤال، انت عم تحاولي تراضي شي لسامر؟ لا ما في شي، بس يعني من فتره صار شغله بس ما كتير اقتنعت فيها، مثل حالي لاستفسر منك. ما في شي، ما لها حرزانه قصه. مو انا ما بدي احكي بصراحة، ماما محلفتني برحمة بابا اني ما اجيب سيرة. لا تقلقي ما في شي، القصة ما فيها انه سامر عم بيقول للجيران انك انت عم بتحاولي تراضي بس هو ماله راضيان. وحياتك ما في اكتر من هيك. طيب ماشي، ديري بالك على حالك. ايه طيب، الله معك، مع السلامة. انا الشغلة كلها مداخلة براسي، مو حلوة لك سامر والله مو حلوة. شو بدي اشتغل محقق انا، راقب فلان ومصور علتان وامسك على هاد وهاد وهاد، بعدين يا اخي كل شغلك تخبيص تخبيص، حاطط اسم في راسه في راس كله وكان بطرطوس. لك اخواته هيك قالوا، شو بيعرفني انا اذا كان بطرطوس ولا لا؟ اخي كان بطرطوس ما كان بطرطوس، انا مستقيل من الشغل. لا حمش والله، على اساس لو ما كان في مصاري بالضرب ما بيهمها؟ هلا ما عاد فارق معك اختك مع مين داشرة؟ ليك سامير اوعك تاني مرة تحكي معي بهي الطريقة، فهمت؟ اللي صار كسرني مثل ما كسرك، بس شو طالع بعيد يساوي يعني؟ نزل ايدك نزل ايدك، لك نزل ايدك، ما بكفي عم تفضحنا بحديثك بنص القهوة، ناقصنا فضايح نحن. وصلت الفكرة خلص مثل ما بدك، انه على اساس اول القصة هيك دمنا بيفور وبيغلي وبعد كم يوم قال نبرد، كأنه ما صاير شيء. اخي حسبها مثل ما بدك، انا ما عاد ناقشك، بس تصفي شغلتي وعملتي اتلصص على الناس هي ما بعملها، ما بتزبط يا اخي ما بتزبط. اترك شغلي واتفرغ لحتى راقب العالم واعرف اختي مع مين ممكن تكون، ما بتزبط. ما هي رح تكون مع واحد بس بجوز مو من الليستة تبعك، يعني البقايا اللي بدي راقبهم واعرف خصوصياتهم واتدخل بحياتهم رح كون عم بتبلى وتجنى عليهم، واذا دريهم رح يسكتوا. لذلك مني قاس نحط ايدنا على خدنا وعلى اساس خلص مو فارق، نتركها لرب العالمين هلا خلص. اخي الدنيا صغيره، يعني الشغله اللي عم نقاتل عليها لحتى نعرف وينها بكره بتجينا على اهوان سبب. ايه لعبة قمار القصة، لان ورقة يا نصيب ممكن تنقش ممكن ما تنقش، وإذا نقشت تحمل حالك تروح لعنده تتعرف عليه، بتقول له أنا وسام أخوها لربا، باعتبار له موقع مثل موقعي بالنسبة لك، ما هو اللي أنت واحد ما بتنطق. لك من يوم يومك ما بتنطق. الله يسامحك.